شي يوجعك؟ لا بيروح، أنا بيروح المستشفى ساعدني. طيب قول وش فيك؟ مشاعل قالت إن جنجتها حالة سم ووضعها حرج، وأبي أروح أطمن عليها. طيب وأنت ليش بتروح؟ هذه مو اسمها ليش، اسمها كيف أروح، وأنت اللي بتساعدني تكفى. عادي ترى بسيطة، أركب سيارتك وروح المستشفى، أم بغيت تسوي لها عملية بعد تملها. نسيت مو وقت طقطقة، والله مو وقت طقطقة، ما أبغى مشاعل تشوفني بالعربي، ما أبغى تحس بشيء لو سمحت. إيه لا من الناحية تطمن، ترى مشاعل موجودة هنا ما عندها مناوبة. زياد افهمني، البنت أنا ما أدري من اللي أسعفها ومن اللي موجود عندها في الغرفة، ما أدري من أهلها موجود، ما أعرف وضعها أبد، حتى الغرفة اللي هي فيها أنا ما أعرفها، أخاف إني أروح وتزيد المصيبة مصيبتين، تكفى ساعدني. الحين تبيني أسلك مشاعل ذا الأسئلة كلها وبدون ما تحس ولا تعرف؟ صاحي أنت؟ زياد أنت كفو وتقدر تحلها معي، ما هي بصعبة عليك، تكفى وقف مع أخوك. يعني جنى وقتها كانت عم تدق لي وأنا ما عم رد عليها، هي حرام كانت تعبانة؟ على أساس إنك الإسعاف يعني؟ لا قصدي بلكي نحن قسينا عليها كتير وسمعناها حكي على التليفون. ترى أنا هالحين مو كل همي جنى، ها؟ وبعدين تطمني، أكيد ما صار فيها شيء ولا سوت بنفسها شيء علشان مشيناها من الشغل. لكن قولك هي من شو حتكون تسممت؟ من الأكل اللي طفحته. ما قد سمعتي إن في أحد يأكل أكل فاسد ويتسمم؟ والله أنا بصراحة ضميري عم يوجعني كتير. كان ضمير عمتها أوجعها أول، اللي بغت تخرب علينا هالبيت. أنا ودي أفهم شيء واحد بس يا صوفي محيرني، أنا أبي أفهم يوم وزعوا العقول أنت وين كنتي؟ كنتي نايمة؟ أكيد كنتي نايمة علشان كذا مالك نصيب فيهم. هلا هيدا يلي طلع منك هلا؟ أقول حبيبتي ترى أنا متأكدة إنك راح تقومين هالحين وتشترين هدية وتروحين المستشفى وتزورينها، ترى مو بعيدة عنك، أعرف مخك يسويها. ما خلت هزة على الله يهديك، مطولة معك هالحالة. أنا لازم أروح للشركة، وصية يوسف الله يرحمه لازم تنفذ، وأنت بعد يا أبو مصعب المفروض ما تقعد كذا. شو بدي أروح أعمل بالشركة أنا؟ ما عاد حدا يأمن لي، كله صار يعرف إنه أنا كذاب. عرف أن يوسف الله يرحمه ما كان يثق إلا فيك، مع إني ما أدري شلون ضبطت معه هذه. أنا الحياة بالنسبة لي خلاص خلصت، ما عاد بدي شيء. دام إنك أبو وعندك بنت ما يحق لك تقول هالكلام.